بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي هذا الشمبرة، تقريبا هي الشمبرة الكبيرة في الدار تاعي، فيها 5 طول وفيها 4 عرض. والشمبرة هذه مليحة، خطر تطل على الطريق، وفيها البورت بالكو. كي تفتح البورت بالكو هذا يدخل الهواء والشمس، وهكذا كي نفتحوا الباب هذا ونقعدوا لهنا، الانسان هكذا يتوسع خاطره، يسمى يحس بالراحه. وكما راكم تشوفوا في الشمبره هذه فارغه، ما فيها والو، فارغه، ما فيهاش القش، ما فيهاش الاثاث. انا ديما نخلي الباب مفتوح، نفرش لولادي في الارض، فرش تعني له، ولا نفرش لهم اي حاجه هكذا على الارض، يقعدوا يلعبوا لهنا، يقعدوا ثانيه يتفرجوا. الشمبرة هذه مديرة فيها غلاتيلي، اليوم ما على باليش الولاد واش داروا، خنتشو البروغرام تاعو، ما على باليش واش داروا له، راحوا القنوات. كي تشعل لاتيلي ما تلقاش القنوات فيه، وانا ما نفهمش الحوايج هذو، ما نعرف لهمش. دوك باش نروح نجيب واحد هو اللي يريقل لي التلفزيون، ما صلحتش. نهز التلفزيون نديه يريقلو، ما صلحتش. ما عرفتش كيفاه ندير له، مالا قلت نستغل الفرصه. هما كيما نقولوا تلاحوا الحاجه اللي خاطيتهم، والحاجه اللي ما يعرفوا لهاش، وفزدوا كيما نقولوا حنايا البروغرام على باليش واش داروا له. قلت انا نستغلها فرصه، كبيت الماء في الدار، سيقتها، نظفتها مليح، وغلقت هذاك الباب تاع البورت بالكو، غلقته، غلقت البورت بالكو من برا وغلقته من داخل، ورايحه نسكر الشمبره، ندير لها المفتاح ونسكرها. ما يزيدوا يدخلوا للشمبره هذه، ما يزيدوا يتفرجوا في التلفزيون، يسمى كي شغل ندير لهم عقوبه، نمنع عليهم التلفزيون به نهار واحد اخر، ما يزيدوش يتلاحوا الحاجة هما ما يفهمولهاش. نخليو التلفزيون دوك، نحيلو البريز، وخليه مسكين يريح شوية، ياسر ما مشى هذا التلفزيون ياسر. وهذه هي.